Hello everyone. This is episode 23, and we're going to keep working on uh, uh, Unit 9: English pronunciation in use. And today we're going to learn two new consonant sounds, the /g/ and the /k/ sounds. Okay? Uh, to talk about two new sounds, the /g/ and the /k/ sounds. And we're المنفردة في في الأبجدية الصوتية. النهاردة هنتكلم عن صوتين ساكنين. طبعا الأصوات الساكنة العكس بعضها زي الجا والكا واللي طبعا بيكون في مقارنة ما بينهم من حيث ال voicing أو من حيث اهتزاز الأحبال الصوتية. Let's get started. Uh, الصوتين بتوع النهاردة في الكلمات الموجودة في التايتل بتاع اليونت جيت and كيت تمام؟ The consonant sounds and K طبعا اتكلمنا كتير قوي قبل كده في موضوع ال voicing مش محتاجين ان احنا نفضل نكرره في كل يونت احنا لو ببساطة اختبرنا ال uh, الأعضاء بتاعة النطق أو يعني اختبرنا هنا الحجرة If you can feel here your uh, throat you will feel the uh, vibration in case you pronounce the g okay and there is no vibration in your in your throat when you pronounce the k sound uh طيب ايه طريقه النطق بتاعه الصوتين دول وايه الاختلاف ما بينهم وما بين الصوتين اللي في الحلقه اللي فاتت اللي هم ال و تمام uh, the way of pronunciation depends on stopping the air, not the friction of air. So, here we plosives or stops. is we We have to stop the air at a certain part in your mouth and then release the air afterwards. طيب فين الجزء المسؤول عن الستوبينج اللي بيحصل ده اللي هو حبس الهواء لمدة أقل من الثانية ثم إطلاق الهواء المحبوس ده عن طريق أن العضوين اللي بيقفلوا على بعض بيفتحوا فين بقى العضوين دول تعالوا كده ننطق مع بعض ونستشعر فين بالظبط ج جا فين الجزء المسؤول عن الحبس ده أو القفلة دي بتحصل فين هنلاقيها إن هي at the back of tongue. Yes, the back of tongue. طيب, touches what? بي touch انهي جزء بالظبط <applause> عشان يعمل القفله دي؟ هنلاقي ان هو it touches the top of mouth. زي ما احنا شايفين في الدايجرام كده. ده يا جماعه اللسان اهو. اللسان بيبقى عامل كده. من ورا يعني هو لما نتخيل ان ده اللسان. الجزء الخلفي من اللسان بيطلع كده عشان يلمس السقف الحلق من فوق او اللي هو ذا 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 باليت الباليت في جزء ورا خالص يعني قريب كده من الزور اسمه uh, يوفيلا اللي هو لسان المزمار يعني قدام شويه كده يعني قبل اليوفيلا اللي هو لسان المزمار هنلاقي برضو في كماله بتاعه uh, اللي هو سقف الحلق اللي هو الجزء الطري اللي هو السوفت باليت هو ده الجزء اللي بيتفاعل مع the back of the tongue عشان يقفل وبالتالي يحبس الهواء الخارج من الرئتين يلاقيهم قافلين على بعض الهواء it, it, get, it, it, it gets trapped هنا في الجزء ده it is trapped بيحبس لمده لا تقل او لا تزيد عن اسفل عن ثانيه وبعد كده بيفتحوا هما الاتنين بالمنظر ده زي ما احنا شايفين في الصورة الثانية. So uh, this trapped air is released. بيتم إطلاق الهواء بالطريقة دي طبعا بيبقى هواء محبوس فبيخرج بقوة بيعمل لنا الصوت اللي هو البلوجن أو الإكسبلوجن اللي احنا سامعينه ده. Like this. Okay. خلينا كده ننطق نستشعر الخطوات واحدة واحدة كده. مع بعض هنحس ان الخطوات اللي احنا كاتبينها دي او اللي احنا بن... بنذاكرها مع بعض هي اللي بتتحقق اوكي نستنشق الهواء ونخلي الجزئين دول يقفلوا على بعض فالهواء هو خارج هيلاقيهم مقفولين على بعض مش هيخرج وبالتالي لما يجي يخرج هيخرج جامد like this نفس الكلام بيحصل في حالة الجا ساوند ولكن مع الاختلاف اللي بيحصل إن uh, before we release air we can feel the uh, the the vocal cords اللي هما اللي بيحصل فيهم اهتزاز أو ال vibration اللي بيحصل فيهم even before we release the trapped air. Okay. طيب دي طريقة النطق. تعالوا بقى نتارجت كل ساوند لوحده. أولاً الجا ساوند. That's pronounce it on its own first g okay طبعا الجا sound موجود عندنا في اللغه العربيه هو مش موجود في اللغه العربيه الفصحى يعتبر ان هو الجا هو اللي موجود في اللغه العربيه الفصحى يعني I think. بس هو ممكن يكون موجود في اللهجات العربيه العاميه يعني احنا في مصر بننطق الجو sound بننطقه على الجيم ما بنقولش مثلا جزاء وجنة بنقول جنة أوكي؟ أعتقد نفس الساوند ده موجود برضو في بعض الدول العربية ولكن بيقال على حرف تاني زي حرف القاف بدل مثلا ما نقول قادر بعض الدول بتنطقها جادر أوكي؟ فالجا ساوند موجود في بعض الأكسنس العربية ومنهم مصر وبالتالي هيبقى سهل جدا بالنسبة لنا كنطق وطبعا محتاجين ان احنا نفتكر ان الجا ساوند ممكن ان هو يكون uh, one of the of the two ways for pronouncing the g the letter g ممكن ان هو ينطق جا او جا فاحنا النهارده ما لناش دعوه بالجا ساوند خالص ده مش موضوعنا النهارده بنتكلم على الجا ساوند اوكي طيب تعالوا كده نشوف الكلمات الاكزامبلز على الجا ساوند هنلاقي الكلمات اللي في العمود اللي في النص gate gate الكلمة المقابلة ليها كيت كيت ودول الكلمتين اللي موجودين في التايتل أوكي بعد كده معانا كلمة باج أوكي خلوا بالكم من الفاول اللي بيكون قبل الج ساوند مختلف شوية في الطول بتاعه عن الفاول اللي بيكون قبل الك ساوند وكل مرة بنكرر المعلومة دي لأن ده voiced فال الصوتية بتبقى مرتاحة وهي بتنطق الفاول بيكون خارج مرتاح والهواء بيكون خارج مرتاح لان اساسا هيقابل بعده voiced consonant فاساسا بيكون في voicing في الموضوع لكن في حاله الك sound او في حاله لو في كلمه بتنتهي بفويسلس consonant وقبلها فاول الفاول بيكون اقصر شويه لان ما بيخرجش حر قوي قبل الفويسلس consonant لان بالتالي احنا بنسكن الاحبال الصوتيه شويه او بنقلل الحركه بتاعتها تمام فباج الا sound اطول الى حد ما من back bag back أوكي. بعد كده معانا good and would اخر كلمه log and lock برضو نفس الفكره ال او -oh ساوند في الكلمتين في فرق ما بينهم في الطول وهنا في علامة نجمة كده على لوك دي كلمة اسكتلندية بمعنى ليك تمام؟ اوكي ودي مش موجودة قوي يعني يعني الـ Uh, الكلمة دي مش مستخدمة قوي أعتقد في إنجلند بس هي مستخدمة في سكوتش إنجلش الـ CH في كلمة لوك بتنطق ك زي ما هنشوف دلوقتي في السبيلينج بتاع الكا ساوند أوكي بعد ما نطقنا الكلمات دي في المقارنات تعالوا نشوف بقى الكلمات اللي بتخص الجا ساوند وهنشوف دلوقتي المواضع الثلاثة بتوع الكلمة الأول والنص والآخر بس خلي بالكم قوي وركزوا قوي على السبيلينج بتاع الجا ساوند معانا في كلمة ghost Ghost, guess, guess, green, green, bigger, a go, angry, dog, egg, and league. Grandma gave the guests eggs and frogs' legs. Grandma gave the guests. eggs and frogs legs. okay نشوف دلوقتي الك k sound احنا هنقول spelling في الآخر هنركز تاني على الـ spelling بس في الآخر عشان ما نكررش الكلام تاني. اوكي okay. بالنسبة للـ نركز عليه الأول on its own. اوكي okay. pronounce the k, k without any vibration in the vocal cords. K خلي بالكوا الصوت اللي احنا حاسينه في الحنجرة ده مش اهتزاز الأحبال الصوتية عشان في ناس بتقولي اه احنا حاسين هنا في اهتزاز لا ده مش اهتزاز الاحبال الصوتيه ده صوت الهواء اللي بيطلع مش صوت اهتزاز او الفايبريشن بتاع الاحبال الصوتيه فخلوا بالكم اوكي ك أو قبل ما ننطق الك او قبل ما نخرج الهواء بتاع الك ساوند مش هنحس اي اهتزاز هنا في الخطوه الاولى من النطق تمام هنا مفيش اي اهتزاز وبعدين release the air to pronounce the sound fully اوكي okay, تعالوا كده نشوف الكلمات كاب كاب جاب اوكي كاب اند جاب دوكس اند dogs mixed and missed طب هنا فين الك ساوند هنلاقيه في حرف الاكس لان هو مكون من صوتين اللي هما الك والس مع بعض بيعملوا لنا حرف واحد اللي هو حرف الاكس فهنا الكلمه دي اسمها ميكست mixed and الكلمة الثانية missed missed بعد كده quota quota and quota quota ده طبعا النطق البريطاني للكلمة دي quota تمام طيب تعالوا بقى نشوف الكلمات اللي بتخص الكاس sound on its own في مواضع الكلمة المختلفة keep club quick school soccer طبعا الكلمة دي American فهم أصلا بينطقوها soccer بالطريقة دي فبما إن إحنا هنا British English أصلا الكلمة دي مش موجودة في البريتش British English فهي لو هتنطق حت... بريطاني هنقولها soccer soccer تمام taxi تاني حرف الإكس شفناه في كلمة زي mixed and taxi الموضع الأخير milk comic and ache دلوقتي نشوف التونت تويستر The king cooked the carrots and the queen cut the cake The king cooked the carrots and the queen cut the cake نشوف دلوقتي بقى الجزء بتاع الـ spelling على كل الأصوات الأولية هنبدأ الأول بالـ go sound لإن إحنا بدأنا بيه الـ go sound الـ frequent spelling بتاعه بيكون في حرف الـ فقط زي go أو في الـ double G زي bigger وطبعاً محتاجين نفتكر إن الـ بتنطق جاف ساوند لو كانت followed by الاصوات اللي قلناها قبل كده الثري فاوز اللي هما الاو او اليو او الاي وده طبعا usually مش على طول لان احيانا بيبقى بعدها حرف اي e زي كلمه جت وده اكسبشن او واحد من ال consonants اللي هما جميع الكونسونانتس ما عدا بس حرف الواي في كلمه زي جيم فهنا الـ ساوند النطق بتاعه غالبًا الجي غالبًا بينطق جا أكتر ما بينطق جا تمام؟ إيه تاني بالنسبة للـ spelling بتاع الـ ساوند؟ هنلاقيه في كلمات زي ghost هنا الـ h على بعضهم بينطقوا جا ساوند ويعني لازم برضو ناخد بالنا من الـ spelling ده لأن الجي اتش احيانا بتيجي في كلمات بتيجي سايلنت تماما زي كلمه مثلا زي دوتا وكلمه دو وكلمه ثرو كلمات اللي هي اخرها جي اتش ممكن فيها كلمات بتبقى سايلنت او ان هو يجي بينطق بالظبط زي الف او البي اتش زي كلمه enough and cough لكن في كلمه جوست الجي اتش هنا جا ساوند اوكي طيب sometimes كمان بنلاقي ان الجي اللي وراها يو بتبقى منطوقة جا ساوند واليو هنا بتكون سايلنت في كلمات زي guess guest and guide اوكي الجي يو اي في كلمة guide آه هنا ما بننطقش اليو بننطق الاي على طول برضو في كلمة guest وكلمة guess بننطق الاي e على طول ما بننطقش اليو اوكي نشوف كده ملحوظات على الجا ساوند G can be silent ممكن تيجي silent في كلمات خصوصا لما بتكون قبل حرف الـN بالظبط زي حرف الـK لما بيجي قبل الـN بيبقى silent في كلمات مثلا زي sign, resign, design, foreign, campaign, champagne كل الكلمات دي الـG ال وراها أيه وراها N وهنا الـG silent ملحوظه تانية بالنسبه للفاول تاني اللي احنا اتكلمنا فيها ان الفاول اللي قبل الجا بيكون اطول من الفاول اللي قبل ساوند. ندخل على السبيلنج بتاع الكا وده كتير برضه طبعا ممكن نلاقيه في حرف الكي نفسه زي كلمه king اوكي وممكن نلاقيه في حرف السي لو حرف السي ده متبوع ببعض الحروف زي الـ consonants كلها ما عدا حرف الواي زي كلمه cycle أو الـ الثلاثة الـ U والـ A والـ الـ U والـ A نسيت الـ U والـ A O وال 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 تمام؟ اه اللي هي مثلا في كلمات زي congratulation أو congratulations واليو U مثلا في كلمة زي cute والـ A في كلمات زي imagine. cat أما الحرفين الفاوز اللي فاضلين اللي هم الـ E والآي I الك أو بيخلو السي تبقى ساوند sound okay. أوكي؟ spelling بتاع الك ساوند ممكن يبقى سي وممكن يبقى كي وsometimes ممكن يبقى double C زي كلمة soccer ممكن يبقى زي accident مثلاً أو CK زي كلمة locker أو كلمة back أو كلمة black وممكن يبقى CH في كلمات زي school أو في كلمات زي ache تمام فالك ساوند موجود بكذا طريقة في السبيلنج بتاعه فخلوا بالكم منه بالنسبة للنوتس ممكن نلاقي كمان ان sometimes الك ساوند ممكن يجي لنا في الكيو يو وطبعا الكيو ما بتجيش لوحدها لازم يبقى متبوع بحرف اليو ودي في الحالة دي بتنطق كوا كوا تمام مثلا في كلمات زي كويك كوتا كويستشن كلمات دي كلها بالنسبة لحرف الـ X، كمان هو بيحتوي على الـ sound ولكنه مش لوحده، لازم يكون combined with S, like six, mix, taxi, text, next وهكذا Okay آخر ملحوظة بالنسبة للـ sound إنه هو كمان زي الـ G بيبقى silent الـ K بتبقى silent لو كانت قبل حرف الـ N خصوصاً at the beginning of the word Uh, زي مثلا نو uh, نايف no and نوك uh, uh, and ني اوكي كده انتهى الدرس يا رب يكون مفهوم uh, واتمنى لو انتوا بتستفيدوا من الفيديوز يا اتمنى ان انتوا تعملوا لايك uh, like للفيديو ده للفيديو ده على اليوتيوب وتعملوا له شير ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه على اليوتيوب عشان تشجعوني ان انا اكمل ويا ريت جوين uh, للصفحه وللقناه على الفيسبوك وكمان للقناه على التليجرام والجروب علشان لو عندكم اي اسئله او عندكم اي حاجه تخص الخطه عايزين تشاركوا بيها اتفضلوا معانا ويبقى في جو من الانتراكشن موجود ما بيننا كلنا لو عندكم اي استفسارات تانية اتفضلوا بخصوص الفيديو ده سيبوها لي في الكومنتس وان شاء الله المره اللي جايه هنكمل على البرونسيشن لغايه ما نوصل ليونت 20 وبكده ان شاء الله نبدا ان احنا نشتغل على الجدول اللي احنا حددناه مع بعض اشوفكم المره الجايه ان شاء الله